كل نهار وعلى يميني وهاي قاعدة درا في شنو تكتب يا ستار يا جبار خاولة سليماني بونجور صح على حجي مشاكيب اي بونجور الورد والياسمين والحاجات الحلوة الكل شكيب صح على حجيمه لا هذيك صح يا عش ما قلتوا لي راه باش شو على ما تأزمش لازم يغير حجامه بركه ما تقرعش يا شكيب معلومه وفتته هذيك ننسي قلنا انسي باش نحب اكتئاب يقصش على اسمع كبتيت ودوم دخل من الباب قد شكيب صح على حجامه تو ما شفناها احنا يا سيدي صباح الخير اهلا وسهلا شكيب صباح الخير صباحكم دقله وحليب كما يقول الكبت ان شاء الله ديما حين بخير يا رب سبال الطريق لباس لا لاباس فماش حد قطع الطريق لاباس الطريق مفتوحه الحمد لله لاباس الحمد لله مطالب نحكي على فو ترافيك ولا شنو فهمت لا لا ما هو خويا نطمنوا عليك انت جاينا من بنزرت خلينا نطمنوا لا لا اي لا لا علاش صح صح المريول زاد شكيب انت والكابتن لاقين ببعضكم اليوم اسختي خرجت البنفسجي اللي فيا كيما شبيكم في الماف بالرسمي الزوز الزوز شوف شبيكم كابتن ساعه صباح الخير اهلا وسهلا صباح الخير اهلا وسهلا ساعه مستمعات المستمعين ان شاء الله نهاركم زين وشو اللي اي مريولك مريولك انت شكيب شنو الحكايه في الليله مش عارف نحكي لك الحكايه وشكيب وشكيب ركز صغرت ب 10 سنين بالحجام هذه صدقني معناها والله بالحق خلت فقدوه عمل شي بوتوك البس مريول تاع ليكيب دو فرانس قالوا لي يا فرانكوفوني يا غير وطني مش تلبس توا بنفسجي يا بنفسجي يا بن علي يا بن علي انا قابل كل شيء وي وزوز تو انت قاعده تنبر على شكيب وعلى الكابتن على لبستهم وانت مجدولين زعما متفاهمين يا اخي دو غوب هكا بلف اي بالورد وبالشيء الحكايه صباح الخير مجدولين صباح الفل قاعدين تعملوا في تليفوناتكم نورايا في الليله اسمع حتى الازرق عملت في داي اخضر عملت كيفه هكا ازرق مش نفس اللون ما اسختي اسختي سبحان الله ازرق بلو هذيك لا ترى فيها ازرق عندك عمل الوان انت توا لا انت بلون خوله لا سان بلو ابون سان بلو في قبيلة باش ناخذ الامور في داي انا حاله تمثيليات كبرى حاله تمثيليات كبرى هذيك شنو ولينا في الازرق في الابيض المانيكور نتاعكم شويه التزام يفضلكم سيده الوزيره السابقه وانت الوزيره المستقبل يلا تحية لكم الناس الكل 37 دقيقة وأكيد تحية كبيرة في الإخراج لجنود الخفاء وفي الإخراج ثم باجا صباح الخير باجا أهلا وسهلا بيك في الإعداد علي عروض في الديجيتال إيمان في السيت محمد مرزوقي في المونتاج يسر ونذكركم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك راديو إي إف إم كيما تنجموا تفرجوا فينا على المباشر سيغ نوتخ شان يوتيوب إي إف إم تي في برشا برشا اخبار برشا اخبار وهذاك علاش باش نحاولوا نبداو ننطلقوا من لبنان ونرجعوا لتونس على خاطر حتى تونس متحركه نوعا ما ما شاء الله في الخير يا رب صيف 2020 من 7 ل 9 نتاع الصباح اي اف ام 69 على اي اف ام احلى راديو اي اف ام احلى راديو 7:18 دقيقه مواصلين معكم في ساعتنا الاولى من 69 ونبداو بالاخبار يعنيكم ولا ما يعنيكمش ما يهمنيش يهمني ولا ما يهمنيش قولوا لي وحضروا لي زاردواز نتاعكم الرئيس قيس سعيد يوجه البارح ويأمر بإرسال زوز طيارات عسكرية محملتين بالمساعدات الطبية المساعدات الغذائية الأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى نقل 100 جريح من بيروت إلى تونس وتوزيعها على المستشفيات التونسية لتلقي العلاج يهمكم ولا ما يهمكمش قولوا لي بربي يا ملك أبدأ بالكابتن خطر عنده انفو انتكس بونجور سي ليتي كابتن انفو انتكس الساعة الثانية قلت شكيب رد بالك وستر ربي حضر في دروسه من الصباح راه مركز ورد بالك خدام على روحه كابتن ها يا بي ميسالش خليه يصلح امور وقولوا لي انتم يهمكم ولا ما يهمكم شكيب قول لي يهمني اكيد يهمك مجدولين يلا في قولي الصباح يهمك يهمني اللي كتبوا الكابتن انا يهمني اللي كتبوا الكابتن خاطر من الصباح رجع في دروسه وما يهمنيش اللي كتبوا شكيب خاطر ما رجعش
فاسكي منك يا كابتن. اكبر مشاوشة والله الا فهمتها والله حاله فيها. يهمك يا كابتن، اكيد يهمنا الناس الكل. نذكر اللي صاير في تونس، انا احكي على المادة التضامني خاصة من تونس الرسمية وتونس الشعبية، زادة تضامن شعبي وتضامن رسمي. اتحاد الشغل باش يعقد اجتماع لترتيب المادة التضامني المادي للبنان. رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخي يؤدي زيارة لسفير لبنان توني فرنجية ويقدم التعازي. مواساة الحكومة للشعب اللبناني. رئيس البرلمان أيضا راشد الغنوشي يهاتف رئيس مجلس نواب الشعب اللبناني ويؤكد على التعاضد والتضامن بين مختلف الحكومات ومختلف البرلمانات العربية خاصة في هذا المصاب الجلل. حتى عالميا وعلى المستوى العالمي الدول بدأت تتحرك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكيب يأمر بإيصال المساعدات اللازمة للبنان، وعلى ما يبدو أنه عنده زيارة ميدانية اليوم للبنان أيضا. ذلك معناه أنه يبدو أنه يحب يتنقل على عين المكان، لأنه بالنسبة لي تعرف لبنان والتاريخ اللي بين فرنسا ولبنان واستعمارها معنا لبنان، فالوضع ولا النفوذ الفرنسي في لبنان مهم أنه يتأكد خاصة في مثل هالأزمات هذه. التضامن العربي أكيد واجب، واللي عملته تونس هذاك الحد الأدنى اللي يلزم يتعمل، خاصة أنه هذه لبنان واللي تعيشه معناها كارثة بيتم معنى الكلمة، وبالحد الأدنى لازم نقفوا مع أشقائنا. ما أكيد اللي صار في لبنان سيكون له ما بعده، ما نصورش أنا لبنان اليوم قبل هالحريق هذا ولا الانفجار هذا، هي بيدها لبنان بعد الانفجار هذا. لبنان بعد الانفجار هذا كيفاش باش تكون ملامحها، خاطر الوضع ديجا صعيب وكانت تعيش في أزمة اقتصادية كبيرة. نذكر آخر التحيينات تقول أنه هناك 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، لكن أيضا تداعيات اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا، خاصة أنه اللي صار في المرفأ الحيوي والمهم جدا، وكان مالوغوزمون فقدان كبير للمخزون من القمح، من المواد الغذائية، من المواد الطبية اللي كانت معاملة عليهم لبنان الفترة القادمة، لكن مالوغوزمون يلقاو رواحهم اليوم ما غير هالستوك اللي كان محضر، وبخلاف الدمار الشامل اللي شمل المساكن والمحلات اللي دايرة بالمرفأ. هو حتى على مستوى المبادلات التجارية اليوم معناها كأننا باش نشوفوا لبنان في حالة شلل تام. المادة التضامني أكيد يعني مهم، أما أنا يظهر لي الانعكاسات اللي باش تعيشها بعد لبنان هي اللي باش تحتاج فيها أكثر للمادة التضامني، للإعانات، الكيفاش غيالمو اللي تعدي الأزمة متاحة، خاطر شورة وقبل الانفجار ديجا لبنان على باب الإفلاس معناها، والحكومة متاحة تعاني برشا مشاكل. أنا نقول تحية ساعة المؤسسة العسكرية التونسية اللي ريناها ديما في الصف الأول معناها في الأزمات هذه، كوسوسواف مع تاليا معناها في أزمة الكورونا، على المستوى الوطني نحكي والخارجي زادة. تحية كيف كيف الكل تونسي اللي في لبنان وحل داره للبنانيين، خاطر رينا معناها فما هاشتاج عملوه متاع افتح بيت اللي هما للبنانيين. صحيح. اللي اليوم عندك راو عشرات الالاف من اللبنانيين ما عندهمش ديار وين يسكنوا. ونذكر اللي الجاليه التونسيه كلها بخير وما ثماش حتى ضحيه تونسيه في هذا الانفجار، لكن كما قلنا كابتن المساج اليوم يجي من المؤسسه العسكريه اللي هو مش غريبه عليها روح التضامن هذه داخل تونس وخارجها. داخل تونس وخارجها، وذي مش أول مرة، المرة الأولى سنة تكلم عن سنة على الكوفيد 19 كي بعثنا إطار طبي معناها لإيطاليا باش نعاونوهم، وهذا شكيب ليس بغريب على تونس معناها، ليس بغريب. نتفكروا نسكم وأنا ذكر تنفع المؤمنين، أنا بورقيبة في أيامات الاستقلال الأولى عاون اليابان اللي وإحنا فقراء، عاون اليابان في صار زلزال. بس كي باري تقول الحكاية اللي وقت اللي تجي الإعانات من برا، فما الامبرور الامبراطور هو اللي يستقبل إعانات، قالوا عندي تاع شكون هذه؟ قالوا تاع تونس. قالوا تونس شكون؟ قالوا راهو قالوا راهو مزيت خذت الاستقلال. من وقتها أعطى معناه قرار اللي تونس يدخلوا بدون فيزا، وقتها أعطى القرار على إعانة مدى الحياة عاش قد دونك هالتضامن الأخوي وحاجة خرق العادة توا اللي عملناها معناه، وكأنه لبنان عندها رمزية، كأنه الشعب اللبناني واحد منا. تبقى الهجوم هذايا، شوف ترامب وش قال، قال إن هذا الهجوم بفعل فعل، إذا ترامب يقول هكا
فهمتني؟ دونك انا تبعت البارح خبير لا لا اتونسيون تبعت خبير يقول لك راهو ريت الشامبينيون اللي طلع هذاك الشامبينيون فما امور فما ماده نيوكليير اتونسيون خبير العسكري الياس فرحات اذا كان لا لا فما واحد اخر لبناني لبناني برشا هما تكلموا في الموضوع هذا ولكن يقول لنا فاش يقول تفكروا واش قال السفير تاع الام تاع سفير اسرائيل تاع الامم المتحده في جويي قال ان المرفأ تاع بيروت هو ملك حزب الله وانتهى الامر على العموم احنا نستناو النتائج النهائيه للتحقيقات اما باش تاخذ برشا وقت خاطر امور كيما هكا تاخذ ساعات حتى سنوات ما نحكيوش على اشهر حكينا على تونس الرسميه خوله تونس الشعبيه ايضا والمد التضامني نتاعها اي قاعده انا فاهمه انا عملت لي هكا لا نحب جوستمون نحب نحكي على التضامن الشعبي ونحب نحكي حتى على دورك انت كخوله سليماني بانك تمثل فئه معينه اللي تنزد حتى الشعب التونسي بوركوا با بلي يقدر يعاون ويقف مع الشعب اللبناني وهذايا اتخافاخ حملات انت واحدة من الناس نجم تنادي لها احنا في تونس ديما استنسنا مع النظام مع الدول الاخرى وخاصه الدول العربيه الشقيقه ماهيش اول مره ماهيش غريب كما قلتوا تحيه سبيسيال معناتها للرئيس قيس سعيد خاطر الى بخي لينيسياتيف وشاك فوا يبخون لينيسياتيف وديما نبداو احنا من الدول الاولى اللي تسارع باش تعاون السباقه اشتغل معناتها باش يبعث ديما طيارات باش يبعث المد باش يعاون الدول الاخرى وبعد زاد المواطن معناتها التونسي كما قلت انت الحملات الشعبويه ولا الشعبيه 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 الشعبويه في حاجه اخرى نسيت شعبويه تاع لا لا والله يا زلت لسان ما نقول له شي ريفيلاتور الريفيل كلك شوز غزر له غزر له الشعبويه باهي لا ريزون خوله نعمل لك شنو معناتها نشوف الغلطات نتاعكم اي سي فري اعتذر الشعبيه اللي هي تري امبورطون خاطر سي لا كونسيونس معناتها نتاع المواطن التونسي اللي كان ديما 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 حنين وديما يعاون وديما يقف معناتها في الحملات كيما هكا وفي لي سيتياسيون كيما هكا بديت بالسوتيان على انستغرام وفيسبوك وكل تصاور كي بارتاج وهذاك زاد اقل ما يمكن فعله اللي نحسه معناتها على اللبنانيين وعلى الدوله اللبنانيه واللي صار فيها وان شاء الله توا اون بوغا فير دي حملات دي حملات حملات شعبيه شعبيه يا دي كومباني يا حملات ثبت روحك حملات رفائس حملات اي حملات شعبيه نبلكش نجموا نلموا تريف يلا ما ابدا انت خوله ابدا مع اللي فانا والله جو لونس خير نسيت فوالا ما هي دعوه ليك على الهواء شويه دويت شويه ميك شويه حاجات معناتها يلا ما نخلي لك تبدا انت بالحكايه بوكوا با تونس فما برشا برشا ليبيه فما برشا جزيريه فما برشا مغاربه تحيه ليهم يعاونوا تحيه ليهم مش هبطك في الطياره يمكن رئيس الجمهوريه نسينا والله يلا تمنيتنا ان شاء الله بالخير لكل لبنان وان شاء الله يا رب يعاودوا يخفوا على ساقيهم الاول وجديد واكيد المد التضامني كما بدا من تونس ان شاء الله يشمل عده بلدان لانه بالحق راهي اعاده اعمار لبنان تنجم مش تنجم تاخذ باش تاخذ سنوات وسنوات وما تنجمش تكون ما غير المد هذايا وما غير السوتيان هذايا الذي يقدم للشعب اللبناني. ما دامنا نحكيو على رئيس الجمهوريه قيس سعيد خلينا نواصلوا مع نشاطاته زيارة إلى جبل عمدون من ولاية بيجة اللي قام بها البارح لإطمئنان على الأهالي معاينة أيضا أثار الحرائق اللي نشبت منذ أيام وجات على أكثر من 820 هكتار من الأشجار والمساحات الغابية. سمع أيضا واستمع الرئيس إلى شهادات المتسكنين اللي خسروا برشا موارد رزقهم أراضيهم زيتين أشجار وغيرها ومعطيات مهمة أيضا قدمها والي الجهة اللي هو بالنسبة لي شكيب اعتبر أنه ما حصل هو عمل إجرامي مقصود في حق الدولة التونسية لا يمكن السكوت عنه لابد من ملاحقة مرتكبيه. مهمة جدا الزيارة هذه علاش أنا وحتى معد البرنامج حط الخبر هذايا لأنه الحريق راهو ما يلزمش نستهانوا به ما يلزمش نستهانوا به وما يلزمش زادا نسايبوا أسبابه هكاكا في كل عام الخسائر كبيره وكبيره جدا وثما برشا استهتار
هي المشكله مش نحكيه على حرائق مش جديده، موضوع هذه الحرائق الغابات مش جديده، مش معناها مش تطبعوا معاها، ومهم ان نبحثوا على اسبابها، اسباب معناها اجراميه. فما ناس امن، مشكلتي مع قيس سعيد ان وين يمشي مش يحكي على حرق ولا مش يحكي على حرائق الا ويحكي على اجنده سياسيه وعلى مؤامرات وعلى ناس معناها ما تحبش على الاسباب هي نتاع الحريق هذه. الأسباب توا ديجا تحقيقات مفتوحة، ولكن ما ريناش ناس توا محالة، ثم اللي يقول لك فما إهمال، ثم اللي يقول لك فما ناس متعمدة وغيره، ولكن أنا اللي يعنيني يكون مسخانة من. لكن أنا اللي يعنيني خولة، اللي يعنيني أنه رئاسة الجمهورية تكرر نفسها ولا خطابها ممجوج، معناها كي نمشوا نحكيوا على حرقة ولا على حراق إلا ونحكيوا على أجندة سياسية وعلى مؤامرات، رينا المؤامرات ولازلنا لم نرى المتآمرين على رئاسته السعيدة. ذاك اش خلاني نقول كي نسمع كل اللغط هذا الرئاسي والحديث الرئاسي هذا، خليني نتذكر سيدنا علي كرم الله وجهه وقت اللي قال أفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج. لكن تبقى الزيارة رمزية مجدولين، تعرف انت اللي صاير في باجة، تعرف قطع طريق، تعرف المشكلة في الماء صالح للشراب اللي اثرت برشا مواطنين اللي هما توا برا ويطالبوا بالحق هذا بخلاف الحراق اللي قاعدة صايرة. هي شو زيارات في شكلها باهية يعني رمزية متاحة في ميساج بوزيتيف حتى للمواطنين، لكن خلينا نتعمقوا أكثر في المضمون، خاطر أنا ديما اللي يهمني في هذا الكل هو تطبيق القانون وقت اللي نمشيوا لبلاصة فيها مشكل شنو الحل. اليوم عندك مثلا الحرائق اللي هما حسب الإدارة العامة للغابات المدة اللي فاتت وصلنا 80 حريق، 80 منهم خاول انت سألتك بليكا سخانة ولا لا، أكثر من 80% منهم بفعل فاعل، معناها العباد حرائق ثم البارح تصويرة دور مجدولين كان شفتهاش، ثم اللي وين مشعل النار جيل الأطرف متاع الشجرة اللوطة ومشعل فيه مشعل النار غادي كمانة ما منه في لحطب في مخه اللي منه فيه بس سواء عن قصد ولا دون قصد. فما مجلة الغابات، فما المجلة الجزائية اللي فيها كيف كيف معناها خطايا مالية، فما حتى رونتر بانتيز قانون مكافحة الإرهاب في فصل كامل على الحرائق المتعمدة إذا كانت نسم الأمن القومي معناها متاع البلاد. باش نرجع لك كابتن، لكن قبل ذلك نوصلوا لل 37 دقيقة 37 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد، ما زلنا مواصلين في السات نوف على كوليس وأوراق زرق وراز وخضر. شنو يا كابتن حكاية الأوراق هذوما؟ الأوراق هذوما فما كما في الكرة فما قانون اللعبة، إذا الإنسان اللي ديباس من الأول ياخذ افيرتيسمون وبعد ياخذ ورقة حمراء يخرج. شكون ورقتك الحمراء اليوم ترفعها؟ دي ماما اللي فما معناها تشويش كبير، ولا بحب تشويش كبير تشويش كبير مشيت له تاكل هذاك علاش يحب ورقة. والمصدر معروف انا غدو نجيب لك ورقه صفراء حمراء ورقه صفراء وحمراء اللي عنده هكا تعطيه فيرتيسمون صفراء واذا بعد الصفراء الصفراء الثانيه يخرج من الكلام ليا والمعنى على جاري اعلن عليك الحرب يا خوله الكابتن. لا ما قلتش لا استنى حتى انا ما قلتش، هي الحرب اعلنت من البارح ما نعرفش على شكون انتم تعرفوا، وانا اللي قلت ورقه صفراء البارح ورقه حمراء بينتو مع الفازه باش نبدل. انا غدو باش نجيب ورقه غوز ورقة تركوازة كيكا بستخاس خليكم في أوراقكم بستخاس أي بستخاس تندنس تندنس نخليكم في أوراقكم ونمشي. نذكر فقط بشنو اللي قال رئيس الجمهورية خلال زيارته لباجة البارح. سنتحمل المسؤولية بعدما هناك قلب ينبض ونفس يترب، سنكون معكم في هذه الأوضاع وما نجيوش المناطق هذه إلا بيدنا الحلول وسنفرضها إن شاء الله الحلول، لأننا نستمد إرادتنا من الله ومن الشعب. يرمون بالشباب في البحر ويقال حق وأحرقون النباتات في الأرض. تونس تبارك الله ما نتتوفر على كل الخيارات، يكفي فقط توزيعها العادل على كافة المواطنين، هذا هو المطلوب حتى يلقى البائس والمحروم حقه في وطنه، لأن الوطن ليس أرض يفترشها ولا سماء يلتحفها، بل الوطن هو الأرض والحق معنا. الأرض والحق، الأرض والحق معنا. يا كابتن التشخيص اللي عمله قيس سعيد نعرفه معلوم دوبوي سون، الحلول وين اللي يحكي عليها؟ الحلول على أرض الواقع. رعنا سنوات وحنا نحكيو على نفس المشاكل هذيا. عاد مش نجاوبك. أول حاجة سيد شكيب درويش ليس بلغط
معناه نحترموا رئيس الجمهورية هذا كدوره. تسحق اعتذار زاد كان مش على اعتذار زاد الراجل دي. لا 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 معناه السيد الرئيس السيد الرئيس خرج الورقة الصفراء رئيس الجمهورية نحترموه. لا 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 هذيك والله توريكم حديثها كان السلحفات معناه أنت المواتك أو رمي الورود ولا لا 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 فما أمور فما اختلاف الرأي شو مش تولي معناه قل لنا رأي كابت اليونانيزم معناه نتناقشوا ما فسرنا اللي قال الرئيس اليونانيزم معناه سيدي هاو تحد فسر لي اللي قالوا الرئيس فهمت منه أمشي قل أنا فهمت منه الرئيس قايم بدوره مشى فما حرائق فما كذا سنعت بتقصش ها بتقصش قولوا الحلول يا هل ترى يا هل ترى سامحوني تطلبوا من الرئيس شو عنده عنده عام عام عنده قديش عنده رئيس أقل من عام أقل من عام يا رسول الله واللي شدوا الحكم 10 سنوات واللي هذه هي النتيجة الطبيعية نتاع حكمهم اللي صار فيه هذا الإفساد وهذا الدمار لما قلت لك المرة الأخرى أنا راهو تو الأمريكان ما عاش يعملوا الحرب جابوا حرب جديدة هي دمر نفسك بنفسك وأنا قلت لك المرة الأخرى يا ملك وأنت عندك الحق ما توافقش قلت لك رانا احنا في طور وفي مرحلة تعبدين ندمروا في تونس مغير ما نشعروا ندمروا في فاسنا وقت اللي تشوف انت كما يقول هو لا ما تعملش كيك يدك على انا هذا كلامي انا هذا كلامي كابتن قلت قلت خليه على تونس خليني خليه الحلول الحلول مش هو الحلول عنده 10 سنين ناس عطات الحلول تو الناس اللي تقول الرئيس جبنا الحلول هما قعدوا 10 سنين ما جابوا حتى حل ما يلزم في وقت من الأوقات يجي شكون يبدل شكون يصلح الحل يلزم وقت الحل يلزم وقت ويلزم من 10 سنين أخرين ترى 10 يوم لا استنى لا 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 استنى استنى حتى ساعة العشر سنين هذوكم هذوكم اللي فاتوا هذوكم ساعة هذوكم نحيهم شوي بشوي بشوي نبداو بون الليقة تجيب مش الليقة الحلول باهي شو تحبوا منه الرئيس يعطي حلول وقت اللي هو اسمعوني ها تو نتبع في شكيب أنا هو سياسي هكا ولا تو الرئيس يا أخي ما عنده كان الخارجية وعنده كان خارجية وشوائخ والدفاع والدفاع ايه وخطي الحلول ايه علاش حكومة الرئيس اللي يسفخ فيها خوه سماه لا 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 نتكلم على الرئيس انا نتكلم حكومة الرئيس اثنين نتكلم انا على الرئيس كابتن لهنا يلزمني انا سنة 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 بالدستور دقيقة كابتن بالدستور الرئيس الجمهورية هو اللي يرسم السياسات العامة الأمن القومي الأمن القومي في الأمن الغذائي في الأمن البيئي ولا على الأقل ديما من الناحية الدستورية والقانونية باهي امش نقول لك هو يرسم ومن يطبق هم يحبوش يطبقوا هم ساعة ما عندهمش ساعة ما عندهمش المواية باش يطبقوا نتكلموا بكل صراحة كان تحبوا نتكلموا كي تفضلوا كان تحبوا معناه كما قالت قبيلة خاولة شعبوية وكذا تفضلوا أنا ضد الشعبوية أنا فما واقع الحلول صحيح أنا اللي قالوا صحيح شو دمروا كل شيء الشباب مشى الغابات اتحرقت الاثار سرقوها الفساد عم في هذا البلد شو تحبوا هذا 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 مش تابلو معناها واقعي إيه؟ للبلد ايش تحبوا منه انتم الرئيس كان يتكلم شو كان يتكلم الرئيس علاش تكلم كان ما تكلمش علاش ما تكلمش الامور زاده مش بالبياض هذايا معناها الرجل قول ابيض من البياض عندك اللي يسفخ فيخ العميد شوقي طبيب قال عنده تضارب مصالح وفما شبهه فساد ثم وثم وثم وقت اللي طلبوا منه أحزاب أنه سيلياس يفوض معنا صلاحياته لوزير آخر ويمشي يتفرغ للقضية متاعه فازلوا قيس سعيد قالوا لا تبقى في بلاستك وما تفوضش صلاحية متاعك شكل من أشكال التواطؤ مع تضارب المصالح ومع الفساد شخص ذاي قيس سعيد وقت اللي خرج مرة لا رئيس جمهورية مش شخص كابتن لا رئيس جمهورية أصلاً رئيس قيس سعيد وقت خرج في الرئيس سعيد بارك الله فيك خل ذكرك مذكرتنا باهية ولا مش ذاكرتك السمكة الحمراء لا مذكرتك باهية ولا باهية نهار السلحفات ذاكرتها طويلة ولا أنا جاي وقت في البرلمان خرج مش قارة فما ناس مستعدة باش تطوع بشهرياتها وستفيض خزائن الدولة قالها ولا اي وينهم الناس هذوك وفما شكون اللي قال وفما شكون اللي قال في الحمله الانتخابيه نتاعو وقتها اللي انا مش جيب المليارات وانا مش نعمل ويفي حتى في الجبل وانا وانا شو 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 اسمع شو ويفي في كاره واحده بارك الله فيك ويفي الشارع راح في بوشي بايك بارك الله فيك يا شكيب كي ترجع واحده الناس كل شكاره واحده اي خوله نخدم معاك وبرايك يا شعبويه شعبويه قالت كنت خدتها كنا عملت هكا تونس وقال لي شبيك تعمل هكا شبيك يا كف
يا كابتن مش انا حرقتهم الغبيت وهاني قاعده بحذيكم فيا فيم يا وخي. شو قالك حرقتهم انت؟ قالوا لي راها خوله وتحب على الفحم وواحد. انت بديت بالدوينه مع الكابتن دوك ما تلومش عليا. ما بديت بالدوينه ديما نفدك. لا والله مش دوينه مش دوينه. المرأة ماك ما تحبش العنف. شكون انا؟ مالا لاتاك هذيك هذيك انا عنف هذا عنف انا قلت وقلت اللي قلت 10 سنين خطيه انا الرئيس خطيه. لا خطيه دمروها. جاي لقى بلاد مدمره. خوله 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 يا فازي. انا راني مانيش لا باش نحكي للسياسه لا كما قال شكيب لما كما قال الكابتن لا الدستور نتاع مجدولين انا باش نمشي لتونس مش نتاع مجدولين تحكي عليه انت عارف نتاع تونس باهي يا وصل فكرتك نتاع شكيب مش نتاع شكيب باهي انا باش نحكي الوعي المواطن نحب نخاطبه ديريكتومون يا خويا باهي هذايا خد تسكتوا خليه وعندها رساله للمواطن التونسي اي خلينا نتكلم هذا اسمه اقصاء اقصاء وعنف اسمه عندها تضارب في المصطلحات المواطن يستنى راهو اللي احنا عايز يا كابتن عندنا غزيرف ايكولوجيك وناتشورال باش ما نقولوش هي الحاجه الوحيده اللي عندنا الثروه الوحيده نقولوا هي الثروه الاهم دونك بربي يستحفظوا عليها زيدها زيدها رئه التوانسه هي رئه التوانسه اي سي هي رئه العالم الكل الغبيت واحد شنو هو مالها سي الاكسجين سي مالا شنو اغزر الكابتن كيفاش يعمل بربي يصور ويحطوا هناك اشتر بشتر خليفه مول عبيد القمع اللي نعاني فيه في ستانف المهم بربي 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 نعرفوا المواطن التونسي واعي ونعرفوا اللي هو كيقولوا تونس الخضراء مش تونس المحروقه راهو خضراء طرف الغابات اللي عندنا هذيك هي راهو فيها من فوق تظهر لنا شويه خضراء بطرف الغابات بربي في سخانه 40 فيت اتونسيون ما تشعلوش النار بحذا الشجر ما تشعلوش جمله النار يا خويا تحب تعمل مشوى اعملوا في دارك حلول ما لقيتش ليه بالحق لازم تعمل على الوعي نتاع المواطن سي فغي مثلا بونتا نتاع السيجار راهو طيشها انت تقول حكايه فارغه وتطفى راهو في 40 سخانه سافا ديكلونشي ان انورم معناتها انسندي ما عادش ينجموا معناتها لي بومبي ينجموا يخلطوا عليه بقدره قادر لازم تصب الشتاء ولا حاجه كيما صار دانييرمون في الكيف باش تنجم تمنع الحرائق هذا الكل خويا علاش فما حيوانات راهي تعيش فما حشرات الشجر بيدو عايش معناتها الشجر اي الاشجار الاشجار دونك بربي 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 استحفظوا على مهم جدا اللي عندنا هذا هو الاهم جو سوي توت افي داكور افيك توا خاوله بور اون فوا مهم جدا الرساله هذه ويا ريت كل واحد جوست والله مهم جدا الوقت بور اون فوا جو سوي داكور افيك يل اي نتلاقاو في حكايه انا وياه الوعي الفردي الوعي الفردي وقت نحكيو على هذه على الحرائق على انك ترد بالك وقت اللي تبدا في وسط هكا في وسط الغابات وقت اللي نحكيو على البور دو ماسك وقت اللي نحكيو على الوضع الوبائي هذا راهو اذا كان ما نبداوش نصلحوا رواحنا برواحنا ونعطيو ليكزومبل لوليداتنا ولعائلاتنا ما يصير حتى شيء اذا كان نستناو في غيرنا راهو ما يصير حتى شيء يا فما احلى غاديو 7:51 دقيقة نرجعوا لكم في الست نوف نذكركم اللي متواصلين ومواصلين معكم حتى كشي لتسعة متاع الصباح وعزيزك يرحمه كيفاش قلت لي خولة ها؟ ليه عزيزي حي التوا يعطيك في قلت التوا ربي يطول في عمر ربي قلت له مازال مازال ربي ربي يطول في عمر سامحني ويسمعنا راس صباح في الغاديو تحية لي وان شاء الله يا ربي يطول في عمرك يا ربي يخليك تاج على راسها يا جدي هي غلطت في عزيزي بو بابا الله يرحمه دونك مازال حتى التوا يعطيك في مهبه العيد والله اسمع بالسرقه هما يعطيهم دينار دينار وانا مدلي 2000 ويعمل لي هكا عرفت كيما شكيب اي حي خبي 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 ما تقول لحد والله ربي بداوك تحكي على شكيب شكيب والكابتن هذا السؤال يهمكم انتم اكثر سعداء بزواجكم اكبر سعيد بزواجي وفرصه باش نحييها شكيب علاش علاش ما قنعنيش الشعب هو يا استنى اختك بالكابتن شو ما قنعنش شو والله ماني عارف شو داخلني في حياتي الخاصه دخلت الخطوط الحمراء دقيقه يا كابتن حق ربي يا كابتن شلوس قال المال تختلفوا ولا ستوب لا لا شوف في عائلتي تختلف لا فات حكايه مانيش حراره لا معطيات شخصيه انا هي خاطر ما نخسيبش تو بجيب جي على على الديره الديره اي نقول لكم معلش بقى انا شو انا سعيد سعيد واسعد السعداء ومتهني في عائلتي مع زوجتي ربي يخليها لي فهمتي ولا انتهى الامر لا اسمع ايش اقول لك هذه حراره لا ما شو حراره كابتن دقيقه برك تفضل الريبونس ما خذيتش حتى ربع سكوندا باش تخمم قلت لك شو معناتها محضر الاجابه ما حملش كاتبها قدامه لا لا هو ما توقعش سؤال لا توقع يعرف يعرف سؤال يعرف يا سيدي انا نخسي هيك هيك مكتوبه سعيد سعيد جدا هيك انا
كان نخساب على ذا اسمه العوده للحجر الصحي. وفي الاخرى شنو كتبت؟ والله ما فهمت. اقسم بالله خنت ايوم اسعد وريها انا فهمت وانا معك يا كابتن. استنى كلمي فو ما عرفت شو كابتن. شوف الزواج والحجر الصحي كانوا نايو على التباعد هكا تدخلنا في الامور. لا ما نمشي نخذك حقك. استنى انت ساعة مقبلة وانت تنبر على كابتن. سعيد وقال سعيد هو قال سعيد ولا انا اسعد يا زيد؟ ان شاء الله ربي اسعد واسعد منك. شنو مزيدة؟ مزيدة. مش مزيدة لا. في الـ في الـ في السعادة والحب ما فيش مزيدة. فيش شعبوية في السعادة والحب. صحيح كلامه. لكن دراسة تجيب مؤخرا دراسة تحسم الأمر. يقول لك أيهما أسعد الأعزب أم المتزوج؟ اللي قايمين على الدراسة هذه يقول لك البحث على سعادتك من خلال الزواج فحسب غير مجد غالبا إذا لم تكن سعيدا قبل الزواج. دونك أوبليغاتوارمون يلزمك تكون معناها عشت حياتك في سعادة تامة قبل الزواج. عندها دي كونسيكونس على حياتك الزوجية اوبليغاتوارمون. تولي متفاهم أكثر وتبدأ أبيزي وتبدأ ترانكيل وتبدأ لافيون روز. هي ذي الدراسة مخلبزة شوية داخلة بعض. عندك سابق تجربة؟ عندي سابق تجربة بيان سو. أنا كنت متزوجة كيما شكيب والكابتن وتوا عزبي كيما مجدولين وملاك. هي دي مخلبزه تفعليش. خذ لازمك تكون سعيد قبل الزواج باش معناتها كيفاش تكون انت الساعه السعاده هي بون ماشي مربوطه بان بارتنير. اما جينيرالمون تكمل كي يكون عندك ان بارتنير تحبوا بعضكم وكل شيء تكمل السعاده نتاعك. معناتها البارتنير يجي مع الزواج. كيفاش لازمك تكون سعيد اوبليغاتوارمون؟ فما عباد راهو يكونوا معناتها تريست ولا اون ديبرسيون دون لور في وبعد يعرفوا حد وبعد وقتها تجي السعاده وبعد يعرسوا كل شيء. ما تسنى غير نفواغ الدراسه هذه. وان بلوس يا كابتن الحقيقه معدل السعاده يزيد بعد الطريق. هذه انا باغ اكسبيريونس. مش معدل السعاده راه هو اما تولي سعيد لنفسك. ما عادش سعيد اون كوبل. ما عادش السعاده تولي مقسومه على اثنين وديبون بالبارتنير نتاعك. السعاده ديبون دو توا ميم. مضروبه في اثنين مش بشرطيه مقسومه. لا مش مضروبه في اثنين. انت كي تبدا عندك بارتنير وتبدا تحبه وكل تولي كي تراه هو ديجا ماهوش سعيد وكل سات اوتوماتيكمون انت تاخذ سات افكت. وكي يبدا هو فرحان انت بدك تولي فرحان. بعد الزواج ولا قبل الزواج كي تبدا وحدك السعاده تولي مربوطه كين بك انت. انت لازمك تكون سعيد لنفسك. هذا المثل لا يجوز. لماذا؟ لان هذا مرتبط لا يجوز لان هذا المثل مرتبط ب تون اكسبيريونس بيرسونيل. لا تون اكسبيريونس بيرسونيل مش هي اللي قاعده عامه. السعاده تولي سعاده بمقياس كل واحد عنده سبيرسونيل. ليس بمقياس اي ما تجي زاد باش تحكي على الاكسبيريونس تاعك بيرسونيل بكشي انت على لا برشا معايا احنا جماعه حطينا برشا القدم احنا باش قالك شو قالك الكلوب المطلقين والمطلقات احنا سعداء وربي يخلينا مسانا كذا. في تونس كل ربع ساعه يصير طلاق. في بالك في تونس معدل بين ربع ساعه طلاق يطلبوا المشاهده مجدولين. هذا النقاش البناء والله حطيت يدي على على ليه حقوقك عجبتك مجدولين خاطر سي غولاتيف بالحق. وعلى السعاده سي غولاتيف. مش نوا يلزم واحد يكون ساتيسفي في حياته بيان اونتوري خاطر سي با لامور معناها نتاعك كونك عندك ان بارتنير هو اللي باش تنجم تحب ولكن ما تفهمش معاه وما تنجمش ترتاح معاه. دونك سولمون واحد يحاول يكون ساتيسفي في حياته باي فاكتور في حياته. انه نحصلوا لا فما زيجات سعيده تحقق الاشباع المعنوي والعاطفي. شبيك شنو؟ شبيك يا كابتن؟ أما انا فما عندي تحفظ بسيط على الدراسه هذه. علاش؟ خاطر فما حديث على هذا الزواج مدى الحياه ولا شنو؟ الزواج مدى الحياة ولا الزواج لا يدخل كانوا عقوبة عرفتك مدى الحياة ولا عليك. ولا الزواج بقية العمر لا كانوا مثلا الزواج مدى الحياة ولا طلق تبقى مرتبطة بحياة العبد الشخصية بالمحطات اللي تعدى بها بالتجارب ولا وبالكيمياء النص نتاعك الاخر من هذا المنبر العاطفي شو بدا كومباتيبل معاك ولا وزاد في جورنال ولا المهم انا سعيدة توا. المهم اللي انا سعيدة توا وان شاء الله الناس كل سعداء كيف ان شاء الله من هذا المنبر توقع تحرض في الناس على الطلاق. لا مش نحكي على الطلاق. لي نحكي لك الحاله العاطفيه تشبيكم وحدكم تحرفوا وتعم. نحكي توا حاليا الحاله العاطفيه نتاعي انا سعيده جاي بارتنير فرحانه شيخه عامله جو وليت توا حاسه تشبيكم تشبيكم هيجي تشنو الرجاله هذوما اللي في البلاتو. لا نحكي انا جيل قالت لي جيل ميساج كو جو فولي كو جو فولي باسي
شو من هذا المنبر نجم نعدي مساج هنا في هالبلاتون. شوف شنو البلاتون الرجالي هذايا 100% ثلاث انسات بركله وخليه خلينا نحكيو احنا نحكيو في ربع اللي يحكيو ما في في سبيل. لا لا مادام انا موجوده عادله ما بيناتنا من هذا البرنامج من هذا الواحد العاطفي البرنامج المنبر العاطفي تو خذاه منحى اخر. انا احيي زوجتي تحية كبيرة ليها يا خويا تحية كبيرة ليها كل ساعة وتحية لبيتنا زادة اللي العشرة اللي العشرة عطونا الإكزامبل نتاع العشرة المزيانة والمحبة المزيانة بيناتهم بينات بيتنا هذايا ما ننساوش ولولا هما احنا ماناش موجودين وشيخين وفرحانين ونضحكوا كل نهار ونقدموا عنا دي زوبجيكتيف شفتوا احنا الحياة الاستقرار العاطفي الاستقرار العائلي اللي هو يجيب الاستقرار العاطفي ومن عشرة الحلوة والإشباع ما تنساش وفما الإحباط العاطفي اللي ما فيش استقرار جملة ده يلا